وينضم إلينا هاتفيا محمود عبد الراضي الصحفي بجريدة اليوم السابع. أستاذ محمود، بعد التحية، برأيك يعني ما أهمية الفعاليات التي تنظمها وزارة الداخلية ومن بينها هذا الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة على أرض الإسماعيلية والذي تبعناه منذ قليل، تأثير ذلك على زيادة الوعي لدى الشباب؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهمية هذه الزيارات المتكررة من قبل وزارة الداخلية لقاطني المناطق الحضرية الجديدة والبراعم والشباب بترسخ لديهم قيم عظيمة زي قيم الولاء وقيم التضحية والقيم الوطنية العظيمة. يعني قد ايه واحنا في المدارس مدرسين هم بيشرحوا لطلابنا هذه القيم نظريا ما بتكونش بالقدر الكبير اللي بيوصل للاطفال وصغار السن منذ نعومه اظافرهم بقدر ما يكونوا على ارض الواقع ويلامسوا ذلك على ارض الواقع. النهارده بنشوف البراعم هم بيحتكوا احتكاك مباشر مع رجال الشرطه وبيعيشوا رجال الشرطه على مدار 3 ايام بيحسوا احساس بيوصل من القلب للقلب ان رجال الشرطه ده هو عباره عن اخوه او جاره او صديقه اللي ممكن يحتاجه في اي لحظه من اللحظات، ممكن يستدعيه عن طريق النجدة او الحمايه المدنيه او حتى يتعامل معه بشكل يومي عن طريق اشاره المرور من خلال ضابط المرور الموجود في الاشارات. بيحس قد ايه الناس دي دورها مهم جدا في حياتنا ودورهم دور مهم انهم بيكملوا حياتنا وبيخلقوا اجواء امنه لينا وضمنوا سلامنا ووصولنا لمنازلنا بسهوله. لو احنا شفنا النهارده الطلاب الصغيرين والبراعم هم بيتكلموا عن مؤسسات الدوله وبيتكلموا عن دور رجال الشرطه وبيتكلموا عن التضحيات خاصه بعد ما زاروا حاجه زي متحف الشرطه اللي بيجسد بطولات رجال الشرطه وبيجسد تضحيات رجال الشرطه قبل 71 سنه من خلال معركه الاسماعيليه الشهيره. هم بيزوروا المتحف الاسماعيليه ويشوفوا القطع الاثريه اللي تم العثور عليها اثناء طب يعني القناة. استاذ محمود، عاده المؤسسات التعليميه هي المنوط بها يعني هذه العمليه، عمليه رفع الوعي والانتماء لدى الشباب ولدى الاجيال القادمه. كيف ترى الدور الاجتماعي لوزاره الداخلية في هذا المجال، خاصة أن الوزارة يعني بتقوم بعقد فعاليات مختلفة للشباب وللطلبة يعني ترسيخ قيم الولاء والانتماء إلى البلد؟ والله حضرتك يعني البعض بيعتقد أن دور وزارة الداخلية يعني ينحصر على فكرة مكافحة الجريمة أو خلق أجواء آمنة للمواطنين، لكن في حقيقة الأمر دور وزارة الداخلية بيتخطى ذلك إلى زي ما قلت حضرتك الأمن الاجتماعي. وزارة الداخلية بتهتم بصغار السن تحديدا منذ نعومة أظافرهم. بنشوف وزارة الداخلية وبتعمل مدن مرورية، هذه المدن بيتم يعني نقلها من مدرسة لأخرى لتعليم الأطفال وصغار السن السلوكيات الطيبة، تستضيفهم في مواقعها الشرطية في أكاديمية الشرطة وفي اتحاد الشرطة وفي محافظة الإسماعيلية. وزارة الداخلية حريصة على يعني تغرس القيم السليمة والقيم النبيلة لدى هؤلاء النشأ الصغير منذ نعومة أظافرهم، خاصة بما يتفق مع الجمهورية الجديدة وبما أن احنا داخلين على جمهورية جديدة ننشد هذه القيم العظيمة. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع.